نشدد على وجوب العمل الفوري على توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الذي عانى على مدار قرن من الزمان من عدوان همجي غاشم على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي. كذلك أكدنا رفضنا للخطوة التي قامت بها الإدارة الأمريكية واعتبارها باطلة ولاغية وتشكل اعتداء على الحقوق التاريخية والقانونية والطبيعية والوطنية للشعب الفلسطيني ومحاولة متعمدة لتقويض كل آفاق السلام في المنطقة وتهدد السلم والأمن الدوليين. كما أكدنا على أن افتتاح السفارة الأمريكية في القدس هو عمل استفزازي وعدائي ضد الأمة الإسلامية والحقوق الوطنية الفلسطينية والقانون الدولي، فضلا على الاعتداء على المنظومة الدولية بما في ذلك قرارات الأمم المتحدة. ويشجع إسرائيل أيضا سلطة الاحتلال لتكثيف أعمالها غير القانونية ضد الشعب الفلسطيني.